في الترجي كابتن وليد، يعني اعتقد ان تصريحات بالنسبه لكابتن حسام معقوله بشكل ما. التصريحات كلها طبيعيه ما عدا تصريح واحد، انا مش عايز النادي الاهلي يدخل في موضوع التحكيم. يعني خد بالك انا شايف انها هتجيب نتيجه عكسيه سواء في افريقيا او في الدوري المصري او في اي بطوله ندخلها. احنا لو كل مباراه هنتكلم على التحكيم هيجيب لنا نتيجه عكسيه. حكام افريقيا بيضايقوا جدا من التصريحات دي. انت هتروح تلعب لسه مباراه العوده في تونس اكيد بحكام افارقه، ممكن معرفش حطوا الحكم ولا لا، بس هي الفكره ان انا شايف ان النادي الاهلي المفروض يعمل يعني ستوب كده، يعمل ايقاف كامل كامل فيما يخص التحكيم. دي وجهه نظري، لان انا شايف ان من كتر الكلام على التحكيم هيجيب نتيجه عكسيه. لكن الباقي كله طبعا الاخطاء وارده في الكوره، طبعا النادي الاهلي كان احسن، نفس المشكله مستمره من السنه اللي فاتت واحنا بنقولها وبناكدها كل مره، ضياع الفرص السهله. النادي الاهلي بيروح بسبع ثمان فرص مؤكده بتجيب واحده او بتجيب اثنين، فبالتالي في المباريات الكبيره ده مش يعني مباراه كبيره مش هتستحمل الكلام ده، وقد كان نتيجه سيئه جدا بالنسبه لنا ونتيجه عكسيه. لازم نعمل مجهود مضاعف في رادس علشان نروح للمكسب. انت ممكن توصل، بس توصل 3-3، هل ممكن تتعادل 3-3 في رادس؟ الله اعلم. لكن المهم يعني ناخد تكسب يا وليد يعني قصدي ناخد مبدا ان احنا لازم نسجل كم صح، ما سجلناش خلاص يبقى احنا بره. وهم كان الترجي يا كابتن بيلعب على الجزئيه دي النهارده بالظبط، ان هو يسجل تسجيل بالنسبه بالزبط. في مباراه زي كده بتبقى هي واحنا قلنا خليك الاول يعني قلنا انت الافضل على قد ما نقدر. الترجي ما يسجلش هنا، هو سجل بدل الواحد جون جونين، بدل هدف هدفين. فبالتالي احنا كمان محتاجين ان احنا نسجل عندهم. يعني دي نقطه مهمه عشان نسجل يا كابتن بقى هناك. بص عندك اثنين سيناريو، يعني يا اما تعمل السيناريو بتاع 2012 والنادي الاهلي يقدر على كده، والكابتن ربيع قال حته مهمه جدا، فكره اللياقه البدنيه. احنا لياقتنا البدنيه فعلا اعلى منهم، فتقدر تروح تضغط بطول الملعب، تلعب بقى انا وجهه نظري يلعب اجاييه كمهاجم، ويلعب وليد سليمان وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا وعاشور والسوليه، وتضغط بالسته دول زي ما كان منى، يعني احنا متفقين على الفرقه، وتضغط بطول الملعب وتبقى عايز تعمل لهم ايه، حاجه اسمها صدمه في الكوره، ان انا الجيم ده مش هسيب ال 90 دقيقة رايحة جاية، أو مش هتوازن، أنا هضغط عليك من الأول. لأن ليه؟ لأن أنا لازم أحط الكرة في الجون. لو الأهلي ما جابش جوان خلاص طلع بره البطولة. فعلشان أهدف أنا ما أقدرش أسيب نص ملعب وأرجع أعمل دفاع منطقة فهو يعمل استحواذ، ودينا كلنا شايفين. والوقت نفسه مش في صالح. قول لي مين منهم ما بيطلعش كرة صح؟ كفريق الترجي؟ لا هم يعني فرانكوم، كوليبالي، غيلاني الشعلاني، فهرجاني ساسي، انيس البدري، لو لعب فخر الدين بن يوسف، خليل شمام، بص وسط الضغط كمان عليه يا كابتن، فما بالك بقى فرادس مع الجمهور مع الملعب فانا ما اقدرش اسيب له الاستحواذ، هضيع وقت كتير قوي من المباراه مهدر، وبعد كده هبتدي انا اللي اتوتر، وبعد كده انا اللي هبتدي اغير بسرعه الوقت في صالح. فبالتالي انا شايف ان انا العب اول ان اول كل في الكل، ابتدي ضاغط بطول الملعب كل المباراه، كل المباراه مش صعبه، لا ما لغايه لما انا هدف انا هدفت وبقت 1-0 اقدر ارد واخليه هو اللي يجي لي، واخليه هو اللي متوتر، واخليه هو اللي يغير. لكن كابتن فوزي البنزرتي مدرب كبير، وخد بالك لو انت سبت له نص الملعب هيقعد يباصي ويعمل لك استحواذ بقى 70% 80% لان هو عارف ان في الاخر المباراه دي هو عايز يطولها مع وقع كتير، مع اضيع وقت كتير، مع ان انا امسك استحواذ سلبي كتير، ما عندوش مشكله. فبالتالي كمان لا قدر الله بقى كمان لو هو احرز الاول هيبقى عندي مشكله كبيره، هبقى لسه بقى بدور على جونين صحيح مش جون واحد. فبالتالي اشوف ان النادي الاهلي يلعب بقى بمغامره يكون فيها ريسك، ومش هيبقى مغامره عاليه. انا اقول لك المغامره العاليه لو انا بقى ايه هلعب مثلا بحسام عاشور وجنبه صالح جمعه، والعب بقى مغامره عاليه قوي. لكن الريسك العالي ده انا بتفق معاك ان احنا نقسمه خلال المباراه، لكن كبدايه على الاقل اعمل مغامره واحده ان انا اضغط من قدام،
يبقى انا كده هو حتى الربع ساعه الاولانيه يا كابتن ان انا لا انا مش جاي بالظبط اسيب المباراه كده وسنة النادي الاهلي ده برضو في فكر الناس او اللعيبه ممكن تحس بيها كابتن فممكن يعني وممكن برضو ممكن برضو يبتدي بوليد ازارو ما فيهاش مشكله برضو مهاجم سريع وقوي وبيضغط ما فيش مشكله في الافراد الكابتن يختار الافراد احنا بنتكلم على الاستراتيجيه شوف ان احنا نروح نضغط عليهم في رادس ندور احنا على الهدف الاول مهم جدا وفي الاخر ناخد بالنا تاني من الضربات الثابته صحيح هدفي الترجي النهارده من ضربات ثابته طب خد بالك بقى هناك اشرس هناك الشراسه بتزيد طب انت جالك كام فاوله كمونه جالنا كام فاوله احنا على ال 18 8 النهارده 8 9 10 صح شو التاني بس وعلي معلول بيعمله لما وليد نزل هو وصالح صح بس خدنا ايه واحده بس واحده جبنا جون واحد هم جات لهم ثلاثه جابوا هم جابوا جون اتنين من ثلاثة لكن انت علي معلول رفع من ناحيه اليمين بس كان خمس ست كور هايلين لكن انت ما خلاص واحنا قلنا النقطه دي بعد مغادره حجازي وحسام غالي وعمرو جمال بقى عندك مشكله في الاطوال بقى عندك مشكله في الضربات الثابته انت بتعمل ضربات ثابته كويس قوي صالح عملها كويس قوي لولا انها خبطت في كتف رامي وخبطت في الجون ونزلت لوليد ازارو على خط الجون كان هيبقى صعب ان انت تهد صحيح كابتن سمير خلينا اكلمك يمكن النهارده انا لازم اتكلم على جزئيه الاخطاء اللي اتكلم عليها كابتن حسام البدري الاخطاء الدفاعيه بالنسبه للنادي الاهلي كانت متمثله في ايه؟ الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه كابتن ربيع اتكلم فيه وكابتن وليد وانا اتكلمت فيه وانت شاركتنا في الراي وقلت فعلا كره شمال افريقيا خصوصا الكره التونسيه مميزين جدا بالكور الثابته في الكورنر او الاطراف او الفاولات المواجهه فدي سببت لنا مشكله النهارده الجون اللي جه طبعا ما فيش رقابه دفاعيه رقم واحد ما فيش ربط ما بين شريف اكرامي ولا سعد سمير ولا فتحي ولا معلول كان راجع اجاي وكان راجع ازارو زياده دفاعيه مع ان هم طبعا مهاجمين لكن واخدين تعليمات من الكابتن حسام البدر ان هم يكون موجودين داخل الصندوق اثناء الكور الثابته من على الاطراف لكن للاسف ما كانش في رقابه فدي جزء من الاخطاء اللي احنا بنتكلم عليها الاخطاء الدفاعيه الاخطاء المتحركه بالنسبه لسعد ورامي النهارده والتغطيات لعلي وفتحي انا شايف ان هي كانت الامور عاديه جدا ان هو ما كانش بيهاجم البنزرتي بكثافه عدديه وليد كتير كان خنيسي بس هو اللي كان بيهاجم وحتى الجون اللي جابه من كره ثابته طب والكلام اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه الادوار الدفاعيه مش فقط للجزء الخط الدفاع والطرفين بالنسبه لحسام عاشور وايضا الشيخ واجاي الادوار الدفاعيه بتاعتهم كانوا بيأدوها بشكل جيد في المباراه خصوصا في الشوط الاول حسام عاشور والسوليه كانوا متمركزين في وسط الملعب بطريقه يعني زياده ما كانوش يعني كنا عارفين ان السوليه بيزود مع الرباعي الامامي وعاشور هو اللي تمالي يبقى واقف متمركز في قلب الملعب لكن النهارده كان واقف ثابت فترات طويله قوي هو وحسام عاشور بالاضافه طبعا ان طبعا احمد الشيخ ما كانش بيعمل الادوار الدفاعيه بتاعته عشان كده كان في جاب كبير قوي ما بين الدفاع والهجوم للنادي الاهلي وكان في مساحه لوسط ملعب الترجي وبيلعب بارتياحيه نسبه الاستحواذ تدوير اللعب كل ده كان فيه طبعا ميزه او تميز لفرقه الرجاء النهارده وابتدى النهارده البنزرتي كمان يعمل حاجه انه بيزود واحد تحت الفراوده ان هو يعمل ربط مع الخنيسي ويمكن جت كورتين او ثلاثه ما بين رامي وما بين سعد كان هيحصل فيها هزه كده لكن طبعا التركيز كان طبعا وفي توفيق ان هم قدروا ان هم يقطعوا الكوره بطريقه سليمه التمركز الدفاعي النهارده لحسام عاشور والسوليه كان زياده يعني دفاعي اكتر من هجومي بالاضافه للشيخ الشيخ ما كانش بيدافع كتير الارتداد السريع اللي كابتن حسام بيطلبه ان هو يعمل ربط لحد نص الملعب يبقى قريب من احمد فتحي ويبقى قريب من حسام عاشور ما كانش على ما يرام انما اجاييه كان بيرجع مع معلول هنا بيبقى عامل مع ربط وبيبقى في ثلاث ديفندرات في الحاله الدفاعيه دي كانت حاجه مميزه يعني كنت عايز اسالك على يعني خد بالك عايزين بس نفهم الساده المشاهدين حاجه في فرق بين الارتداد وبين ان انا بضغط استخلص الكوره يعني احمد الشيخ واجونيور اجاي بيرجعوا وعبد الله لكن النهارده بيرجعوا وبيحلقوا فالمشكله ان الخمسه بتوع ترجي اللي الكابتن ربيع قال عليهم بينقلوا وانت بتحلق فهنا مظلوم مين مظلوم جدا حسام عاشور والسوليه لانه بيلعبوا اتنين على خمسه عارف احنا الدايره اللي احنا بنعملها لو جبنا احنا الاربعه اتنين في الوسط هنقعد ننقل
هو اللي بيقطعه حسام عاشور والسوليه اللي بيضغطوا، لكن الباقي بيحلق. عشان كده احنا بنقول في وجود وليد سليمان ومؤمن زكريا دول بيرجعوا بيقطعوا. يعني خد بالك وليد ومؤمن من احسن اللعيبه اللي بتقطع كوره. في فرق بين القطع وبين الارتداد. الارتداد بكله بيرجع، لكن اللي اللي بيقطع غير اللي بيحلق. اللي بيقطع بمميز بالضغط. يعني احنا ليه بنقول مؤمن يلعب هنا واجاي يلعب راس حربه؟ لان اجاي لما بيلعب هنا بيرجع لكن بيحلق، تقدر تنقل عليه. هو مش مدافع، هو ما بيعرفش يستخلص الكوره. نقطه مهمه جدا، برافو عليك وليد. هو هيتكلم في نقطه كملها، وانا برضو هضيف حاجه، ان الكابتن حسام عملها كتير قوي بالطريقه دي، بالاسامي اللي وليد بيقولها. كمان ممكن يلعب بوليد سليمان ناحيه اليمين او العكس، ومؤمن الناحيه الثانيه، واجايه فرويد صريح. صح. دي بتبقى ميزه يعني بالظبط كده. وبعدين زي ما انت قلت، انا هضيف حاجه كمان، عندهم حته البريشر او الضغط في نص الملعب على اي فرقه تقيله او فرقه متوسطه، بيعرفوا يستخلصوا الكوره كويس جدا، وبيعرفوا يقطعوا الكوره. وكمان من الناحيه الهجوميه هم متفاهمين. صحيح. يعني الثلاثه دول متفاهمين جدا جدا، معاهم كمان عبد الله، ولما صالح بينزل عايز اقول لك بيقطعوا اي حد بلغه الكوره. فلازم كان الكابتن حسام النهارده من وجهه نظري عملنا اداء كويس جدا الحقيقه، يمكن خصوصا الشوط الثاني، كان بعض الفترات كان وان سايد جيم بعض الفترات. انما كان نفسي التشكيل الاساسيه كانت تبدا زي ما احنا قلنا. طيب خلينا نروح لفاصل وارجع اكمل كلامي طبعا مع كابتن ربيع، ويمكن وكابتن وليد طبعا وكابتن سمير. جزئيه استغلال المساحات في الملعب، يعني كابتن يمكن الترجي لحد ما كان مضايق الجزئيه دي، هل فعلا كابتن حسام واللاعبين استغلوا مساحات الملعب النهارده في استغلال الهجمات ووجودهم في الاماكن الصحيحه، والتوزيع الهجومي بالنسبه للاعبين وما بينهم وما بين بعض كان جيد، ولا الامور اختلفت بالنسبه للنادي الاهلي امام الترجي؟ فاصل وارجع اكمل كلامي مع ضيوفي.